كشكت اللبنة مع البرغل، كوبين من اللبنة، ربع كوب برغل، ربع كوب بصل مفروم ناعم، ربع كوب جوز مفروم، فص ثوم مهروس، ملعقة كبيرة من الزعتر الأخضر المفروم وزعتر مجفف، نعنع يابس، وملعقة صغيرة من الملح. طيب على السريع نجيب هاللبنة يا أبو طه. بسم الله. نضيفها وين؟ بهالزبدية يا أبو طه. طبعا لبنة مش جامدة كثير، لبنة طرية، أنا بدي أحط معها برغل رايحة تشد. بعديها بنضيف الملح، هون من دون فلفل، بس ملح يا سميرون. تمام. شايف يا سمير؟ بس ملح. تمام. وبعديها بنجيب هالزعتر اليابس، وبنجيب نعنع وزعتر، هاي الزعتر. الثوم، هاي الثوم يا أبو طه. هاي البصل الناعم، وهي كمان الجوز، وعندي برغل منقوع بالمي. يعطيك العافية والله. هذه هي، هذه هي أبو سمرة. صار عندنا كشكة، هاي صار عندنا كشكة 100%. الآن بدي أبلش أبدأ أخلطها يا سمير. يا زلمة قلنا لك أم عتشها أم عتشها.